المحظورات على الرجال هي تغطية الرأس، ألا يغطي رأسه، المرأة تغطي رأسها، الرجل لا يغطي رأسه حال إحرامه، يعني ما يلبس على رأسه شيئا لاصقا به كالطاقية أو الغترة أو العقال أو العمامة، أي شيء يغطي الرأس يمنع منه الرجل. طيب، ولا يضع إحرامه فوق رأسه، لكن لا مانع أن يحمل شيئا على رأسه، مثلا أكله يحمله على رأسه مثلا، أو يحمل يعني حاجاته على رأسه مثلا، أو يستظل بغير ملاصق كالشمسية مثلا المظلة، أو يستظل تحت ظل شجرة، أو يركب سيارة أو غير ذلك، إذا كانت أشياء غير ملاصقة للرأس فهذه لا مانع منها، لكن يمنع من تغطية رأسه بملاصق هذا الرجل. وكذلك يمنع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخف، هذه كلها والجورب كلها يمنع منها الرجل. واختصر أهل العلم هذه الأشياء بقولهم لا يلبس المخيط المحيط، لا يلبس المخيط المحيط. المخيط يريدون المخيط على قدر الجسد، وليس المخيط أي ما فيه خيط، ولا كل الملابس فيها خيط، حتى الإحرام فيه خيط، الإحرام فيه خيط. وهذا الذي جعل بعض الناس يسألون يقول هل يجوز لبس الساعة إذا صار جلد مثلا، سير جلد مثلا لأن فيها خيط، أو لبس النعال إذا كان فيها خيط، أو لبس الحزام إذا كان فيه خيط، أو أحيانا النظارة إذا كانت مرتبطة بخيط أو كذا. فصاروا يسألون هذا لماذا؟ لأن أهل العلم أو بعضهم عبر عن المخيط، فهذا فهم المخيط أي ما فيه خيط، فبعض أهلهم وضحها زيادة فقال المخيط المحيط، يعني الذي خيط على قدر الجسد كالثياب هذه الآن، مخيط على قدر الجسد، الملابس الداخلية مخيط على قدر الجسد، هذا المقصود بالمخيط المحيط، وهو ما خيط على قدر الجسد. لكن لو هذا الثوب هذا مثلا نزعته وجعلته كالمنشف على ظهري هكذا كالإزار توزرت بها ما في بس، لأنها الآن ليست إيش؟ ليست محيطا، ليست، فليس الممنوع هو الخيط، الخيط موجود في كل شيء، ولكن الممنوع هو لبس ملابس على قدر الجسد، وإنما يستعيض عن هذه برداء وإزار، برداء وإزار. إذن هذا ممنوع منه الرجل، ممنوع من أمرين إذن الرجل، وهو تغطية الرأس ولبس المخيط المحيط، ويدخل فيه طبعا الجورب والخوف، كل هذا ممنوع منه الرجل، وكل هذا مسموح للمرأة، مرأة تغطي رأسها وتلبس ما شاءت من الثياب من مخيط ومحيط وخف وجورب، مسموح لها المرأة، هذا مسموح للمرأة، لكن ممنوع منه الرجل.